مساء الخير على كل هو وهن. طبعا انتوا عايزين تعرفوا انا بضحك ليه، بس لازم كده في تريكه كده قبل ما نطلع مع حضراتكم. يعني مش مشكله، مشاكل عائليه. خليني ارحب على حضراتكم يوم جديد من ايام هو هن. عندنا النهارده يوم مليان جمال ومليان كمان ضحك، لكن خلوني في البدايه ارحب على مرموري وعلى ميوشي. ازيك يا نرمين؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. مساء الخير على كل مشاهدي قناة المحور. حلقة جديدة، وزي ما انتم عارفين فقراتنا دايما مختلفة متنوعة. بس قبل ما اتكلم في اي تفاصيل خلوني اسلم على مروة. ازيك يا مروة؟ عاملة ايه؟ طبعا في البداية بسلم على كل مشاهدي قناة المحور في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من حلقاتنا. حلقتنا النهاردة هتهم كل الناس اللي بتتفرج علينا، عشان اكيد كلكم مريتوا بده. دايما بنسمع عن نهاية اي شيء في حياتنا، بيكون ساعات صعب جدا النهاية دي، خصوصا بقى لما بتكون نهاية أي علاقة طبعا كان أساسها قائم على المشاعر والحب والارتباط المتبادل بين الطرفين. في اللي بيختار أنه يعيش مشاعر الحزن ويفضل قاعد مش قادر يعمل أي حاجة، واقف كده زي ما بيقولوا محلك سير. وفي اللي بيختار أنه يتخطى ويكمل حياته بشكل سريع جدا، زي ما بنقول كده بيموف اون بسرعة. في ناس كتير جدا جدا ستات يقولك لا ده الرجالة اللي بتموف اون، في رجالة يقولك لا ده الستات هي اللي كده. الحقيقه اراء مشوشه واراء متضاربه. هننزل نشوف مع بعض الناس، كاميرا هو هنا نزلت الشارع، ونشوف الناس قالت ايه، مين بيموف اون اسرع، الراجل ولا الست؟ يلا بينا نروح نشوف ونرجع تاني. البنت. لا الولد. البنت. البنت. البنت مثلا. اظن البنت. الولد. 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 البنت. افترض الولد. معرفش، بحسهم بيموف اون اسرع. الولد طبعا مش البنت. احنا بنقعد على القهوه بنغير مود على القهوه خلاص. الولد مشاعره تبقى بجد شويه عن البنت. البنت ما عندهاش مشكله وقت ما تحب تلاقي حد، تلاقي حد عشان ما بنفرش معانا قوي الموضوع. مش عارف بصراحه، ما ارتبطتش عشان ممكن مثلا بتعرف على الشباب كتير وكده. الولد بيتعامل في حياته طبيعي، بس يعني البنت ممكن تقعد فتره زعلانه او مكسوره وبعد كده بتعدي الموضوع، انما الولد بيفضل جواه. انا عن نفسي بموف اون بعد بتاع نص ساعه عادي. هو احنا بقينا حساسين، ما بقاش نتخطى بسرعه بقى وكده، هما بيتسلوا على طول كده على طول اللي بعده يلا. طيب شفنا وجهات نظر كتير ومتضاربه. انا بقى من وجهه نظري أيوة. ولا الراجل ولا الست، هي الشخصيه. ولا انت ايه رايك؟ انا غششتك الكلمه دي. بس انا كنت بقول صح. انا عايزه اقول لك ان مفيش حاجه ليها معايير معينه صح. او مقاييس معينه. في رجاله بتبقى بتتاذي جدا جدا لما الطرف الثاني بيسيبها، وفي ستات نفس الموضوع، هي بقى مش بالراجل ولا بالست ولا مين بيحب مين اكتر، هي بالشخصيه. في ناس عندها القرار اقوى من الحب. انا دايما بقول على حاجة. ان القرارات اقوى من الحب. يعني انا لو مقرره ان انا اقوم من الموضوع ده بسرعه وعندي بلان كده عاملاها لحياتي، دي بقى بالشخصيه مش بالراجل ولا بالست. طيب خليني اقول على حاجه، انا موافقاكم جدا انتوا الاثنين على فكره، بس خليني اقول على حاجه، ان دايما الست لما بيبقوا مثلا اثنين مرتبطين والست والراجل بيسيبوا بعض، الست في بدايه الموضوع بتبقى تعبانه وبتعيط ومش عايزه تشوف حد وقافله على نفسها، بتبقى خلاص الدنيا تحس ان الدنيا سودة في وشها. الراجل بيبقى عادي وجميل والحياه رايحه ورايح جاي ومفيش اي حاجه. بس بعد يمكن فترة. بصوا بجد خدوها مني، هم اسبوعين ماكسيمم شهر تلاقي حسوا ان الميزان بتاع الست خلاص فائت، والراجل هو ايه ده، هو هي فين، هي راحت فين. فهي زي ما هم قالوا ما لهاش معايير. الراجل ممكن ما يقعش، بس الموضوع بيفضل معاه طول احساس الفقد، بس كمان هو ما يحسش ان حقيقي انه مش لاقيها. طيب خلونا بقى ننتقل لموضوع حلقتنا النهارده. بصراحه هي الحلقه كلها مخصصه لهن، هنتكلم فيها عن البيوتي والفاشن، الموضه والجمال. انتوا ايه رايكم في الموضوع ده؟ اعتقد الحاجات دي يعني اهم من بعض عند الست. طبعا طبعا. إيه مين ما بيعملش ماسكات على وشه او ما مش عارفه بيعمل ايه، وعلى الشعر، وعلى يعني قبل ما نطلع دلوقتي لحضراتكم انا وياكم عاملين نقول الشعر والزيوت وبتغمق الشعر وبتفتح الشعر. فاعتقد هتكون في فكره حلوه جدا بتهم طبعا كل البنات اللي بيصرفوا فلوسهم كلهم زي كده على الشعر وعلى الاكستنشن، وازاي اطلع شعري وازاي اخلي شعري لونه ما اعرفش ما يغيرش. حاجات كتير جدا الستات والغلابه كمان للشعر اعتقد مهمه. الستات دول غلابه والبنات بيصرفوا فلوسهم كلهم في حاجات حصل الشعر والوش والموضه واللبس. يعني ربنا يكون في عونه. ربنا معايا مروه. اعتقد عشان كل البنات شايفه ان قوتها من جمالها مش من ذكائها، فعشان كده بتستثمر قوي في الجمال. طيب عموما هتكون معانا فقره لطيفه تابعونا فيها. على سيره بقى كلامنا عن الموضه والاناقه والجمال، كلنا تابعنا الايام اللي فاتت يعني مسابقه من اهم المسابقات، وهي على مستوى طبعا مصر والعالم العربي، هي مسابقه ملكه جمال مصر
وجمال العرب عفوا مسابقه ملكه جمال العرب واوروبا اوروبا دي في دورتها ال 17 هتكون منورانا هنا كمان يعني الفائزه باللقب وكمان هي الوصيفه على مستوى العالم. فاعتقد فقره تبقى لطيفه جدا. هيكون برضو معانا فقره مهمه جدا هتكون بقى مع مروه هنتكلم فيها عن النصائح اللي تخص الشعر والعنايه بيه. هيكون معانا بلوجر النور الفرماوي اللي هتنورنا في استوديو هو هنا.